خلال زوم الأستاذ الدكتور محمد أحمد عدوي، أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز دراسات المستقبل جامعة أسيوط، واللي أعد كتاب 30 يونيو ثورة شعب ومستقبل مصر الحديثة. والحقيقة أنه الكتاب صدر العام الماضي من مركز دراسات المستقبل جامعة أسيوط. هنعرف تفاصيل أكتر عن الكتاب، هنعرف تفاصيل أكتر عن الثورة واللي اتكلم فيها الأستاذ الدكتور محمد أحمد عدوي من خلاله لما نقابله عن طريق زوم. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وكل المصريين طيبين وبخير بمناسبه ثوره 30 يونيو. وحضرتك طيبه وكل مشاهدينا الكرام بخير طبعا، وكل المصريين وامتنا العربيه بخير وسلام الحمد لله. يا رب. طبعا في البدايه حابه اتكلم مع حضرتك عن كتاب 30 يونيو، ايه اهم المحاور اللي ركزت عليها في الكتاب؟ هو في الحقيقة الكتاب فكرته الأساسية أن مر 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، وفعلا يعني زي ما اخترنا العنوان في جامعة أسيوط في مركز رسالة المستقبل، اللي هي فعلا ثورة شعب، وفعلا بنت أو بدأت في بناء مصر الحديثة. فحبينا يعني تكون الكتاب متروك ما بين يعني بين طلابنا وطالباتنا وشبابنا وشاباتنا لتوثيق هذا الحدث الأهم في يعني القرن 21 بالنسبة لمصر، وهو بداية بناء مصر الحديثة. فكانت الفكرة الأساسية إن احنا يبقى في وعي سياسي لدى الشباب ب يعني هذه الثورة المهمة الجديدة التي تمثل إن شاء الله خارطة طريق جديدة لمستقبل أفضل لمصر بشكل أساسي. ده كان الهدف من الكتاب. وبصراحة أنا يعني بصفتي متخصص في يعني سياسات الأمن والتنمية، إحنا فعلا كنا عاملين نرصد الأخطار المختلفة اللي بتحيط بالدولة المصرية من داخلها ومن خارجها في نتاج أحداث 25 يناير. وبالفعل كانت ثورة 30 يونيو هي يعني الحدث الأكبر الذي أعاد لمصر الأمن وفتح أمامها طريق التنمية من جديد. فده كان يمكن الهدف اللي حركنا إن احنا نعمل هذا الكتاب، اللي أعتقد فعلا يعني هو بمثابة واجب وعرفان لما حدث في مصر والتضحيات التي قدمها أبناء مصر من القوات المسلحة وجهاز الشرطة وأيضا الأهالي طبعاً. يعني حفظ أمن واستقرار مصر في المرحلة الحالية وإن شاء الله في المستقبل. صحيح، تناولت جوانب كتيرة من التنمية اللي شهدتها مصر بعد 30 يونيو دكتور، ولو تكلمنا عن أهم جوانب التنمية في الناحية الثقافية وكمان الناحية الأدبية بشكل عام رصدت إيه؟ فعلا يا فندم، هو يعني يمكن احنا يعني بدات الكتاب بالحديث عن مسالتين في غايه الاهميه، اولهم هو تحقيق الاستقرار السياسي، لان فعلا يعني مصر عانت في الفتره من 2011 الى يعني نهايه 2013 من حاله من عدم الاستقرار السياسي، وكلنا كنا لامسينها وعايشينها بهذا الشكل. وايضا احداث الارهاب التي يعني نالت من ابناء مصر جميعا وخاصه قوات الشرطه والقوات المسلحه. ثم ايضا جانب سياسي اخر مهم، وهو اعاده الدور الاقليمي والعالمي لمصر الذي يليق بها ومكانتها وتاريخها. ثم بدات في التطرق الى الجوانب المختلفه التنمية، يعني ما نسميه يعني بداية مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لمصر في الفترة ما بعد ثورة 30 يونيو. وتناولت جوانب متعددة في هذا الكتاب، لعل منها ما يتعلق بالبنية الأساسية وما تم من إحداثه، يعني في ما يتعلق ب شبكات المواني العالمية الآن التي أصبحت تملكها مصر، وأيضا
شبكات الطرق والكباري التي يعني ربطت ما بين مفاصل الدولة المصرية كلها. أيضا ما يتعلق زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي بالحركة الثقافية التي يعني تمثل كما نتحدث دايما في أدبات التنمية أن التنمية بالأساس أساسها ثقافة المصريين. صحيح وبالتالي كان اهتمام هناك اهتمام واضح طبعا بإعادة بناء الثقافة المصرية التي تعزز قيم الإنجاز والجدارة والاستحقاق والعمل من أجل المستقبل اللي هي بنسميها ركائز أساسية للتنمية. أيضا يعني حدث تطوير مهم في مجالات التنمية الزراعية، ويمكن السنة دي تحديدا شاهدنا يعني ما حدث في ما يسمى بالريف المصري الجديد، وفعلا بدأت مصر تحصد بعض ثمار ما أنفقته. أيضا ما يتعلق بتنمية الشعب المصري في مجال التعليم، أصبحنا الآن نتحدث عن جامعات حكومية متنوعة، جامعات أهلية، ايوه بدأنا مسيرة مهمة في تطوير التعليم، إعادة يعني تكوين محتويات. أيضا هناك شبكة واسعة من الري والترع والمصارف للحفاظ على الثروة المائية المصرية. أيضا أصبحنا نتحدث الآن عن يعني نهضة سياحية كبيرة تشهدها مصر، ايوه سواء بناء على الطرق التي يتم مدها أو فيما يتعلق بإعادة الاعتبار لبناء دولة جاذبة للسياحة. صحيح دي مسألة في غاية الأهمية لأن مصر طبعا لديها مقومات مهمة في هذا الإطار. طبعا أيضا ما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية والمناطق الخطرة التي يعني كانت يعني تمثل تهديدا يوميا لحياة قاطنيها، وجدنا في مصر يعني إعادة بناء ومساكن بديلة ومدن كاملة لسكان وقاطني العشوائيات قديما، سواء في القاهرة نتحدث عن الأسمرات، سواء في الإسكندرية نتحدث عن بشائر الكير وغيرها طبعا من يعني الوحدات السكنية الضخمة، مثلث ماسبيرو وغيره. يعني نحن صحيح، نجد الآن أن مشروعات العشوائيات كتيرة مصر جدا جدا. تتجمد. طبعا طبعا مشروعات كتيرة جدا، والحقيقة ان هي كانت ثورة فكرية ثقافية تنموية تنويرية على جميع الأصعدة. أنا بشكر حضرتك دكتور محمد على وجودك معانا عن طريق زوم، وإن شاء الله يا رب المرة اللي جاية نتكلم بالتفصيل أكتر عن كتاب حضرتك في الاستوديو وتنورنا. دكتور محمد عدوي بشكر حضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا، ومتشكر جدا لحضرتك. ميرسي يا فندم، بشكر حضرتك.